عارف يا احمد، اهم حاجه في الاجتماع ده واهميته انه خليني اقول ان امبارح وزير التموين، ومن الواضح ان دكتور علي مصلحي عنده استراتيجيه ابتدى يقدمها، ابتدى بيعرضها على المجموع كلهم بخصوص الاسعار، بخصوص الدعم، الوزاره خطتها ايه خلال الفتره المقبله، ازاي نحقق اكبر فعاليه وكفاءه في توفير السلع وتلبيه احتياجات المواطنين باسعار مناسبه. خدوا بالكم كمان ان احنا داخلين على موسم رمضان، يعني انت لازم ان انت تبقى جاهز للموسم ده. رمضان كل سنه وحضراتكم طيبين، خلاص احنا بنتكلم على احنا ايه 27 مايو، احنا النهارده في مارس، يعني بنتكلم في شهر ونص. جميل جدا ان يكون عندنا مسؤول بيقول لنا انا هعمل كذا وكذا في خلال فتره زمنيه كذا. يعني ودي يمكن احنا كنا دايما كمواطنين بنبقى زعلانين ان اي مسؤول بيطلع بيدي بيانات بيسيبها لك عايمه. لا، انا العوام ده المواطن بيبقى تايه منك، انما لما تيجي تقول لي تعالى انا في اليوم الفلاني هعمل كذا وفي الفتره الفلانيه هعمل كذا وهوفر كذا، انا بعد كده لو ده ما حصلش انا هعرف احاسبك، انا كمواطن هعرف احاسبك اقول لك ليه ما حصلش ده؟ ايه اللي حصل؟ ايضا وزير التموين كمان استعرض اجراءات ضبط منظومه الدعم. يا جماعه منظومه الدعم دي لازم يبقى ليها خطة صحيحة، الدعم يوصل لمستحقيه. في ثغرات في منظومة الدعم، علينا أن نوقف هذه الثغرات، والثغرات عايزة أقول لحضراتكم حدث ولا حرج. الداخلية امبارح، بس الداخلية امبارح كشرت عن أنيابها لمين بقى؟ لمافيا الاستيلاء على الوقود المدعم، ضبطت مليون لتر بنزين وسولار هيتهربوا للسوق السوداء. كان ده خلال 24 ساعة، والحملات طبعا مستمرة. يعني احنا بنتكلم على الداخلية بس عملت كده مليون لتر، يعني ايه 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 قوت الشعب وايه دعم الشعب ده اللي انت عمال تاخده؟ ويعني الناس دي ايه؟ ده غير الرقابة الإدارية كل يوم عمالة بتكشف على ناس بتستولي القمح بقى والسكر والحاجات بيقوموا واخدينها، يعني حاجة غير طبيعية.